شراكة مصرية إفريقية ترجمت في انطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل المرأة الإفريقية للمناصب القيادية على مستوى القارة السمراء. البرنامج الذي يشارك فيه 95 سيدة من 40 دولة إفريقية يأتي لتعزيز دور المرأة في المجتمع والعمل على تمكينها لشغل المناصب القيادية. أهمية طبعا هذه الدورة إنها بتساعد السيدات الأفارقة على إن هم يقدروا يعرفوا إزاي يحصلوا على الفرص، ينتهزوا الفرص من خلال يعني تزويدهم بالإمكانيات، التمكين لهؤلاء السيدات، بتديلهم العلم والمعرفة اللي يساعدهم على إن هم لا يكتفوا بإن هم يكونوا من الصفوف الوسطى في أي مؤسسة، لا، يرتقوا بحيث إن هم يصبحوا قيادات. القائمون على البرنامج التدريبي أكدوا أن عملية اختيار المتسابقات تمت وفق معايير اختيار عمرية ووظيفية من جهات عملهم من دول القارة السمراء المختلفة. برنامج مكثف، كل يوم بنتقابل، في طبعا موضوعات كتيرة جدا هيتناولوها، قيادة، أنماط القيادة، اتخاذ القرار السليم، مهارات التواصل، طبعا موضوع تمكين المرأة والنوع الاجتماعي. ويشمل البرنامج التدريبي دورات تدريبية إضافة إلى جولة تعريفية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع قناة السويس الجديدة. برنامج هو ثري جدا، كيفية التعامل، الكوميونيكيشن إلى آخر ذلك، وبالتالي ستمكن المرأة من اكتساب ثقة في نفسها وترنو فيما بعد إلى التقلد مناصب عليا، وأكيد سأحاول أن أمرر هذه المعلومة إلى الزميلات في تونس حتى يشاركنا في المستقبل في مثل هذه الدورات. This program is very good. هذا البرنامج جيد، وأرى أن البرنامج يغطي كافة التحديات التي تواجه المرأة الأفريقية، وسيتم تدريبها على القيادة لتولي المناصب الرفيعة، وتستطيع أن تتطور من خلال هذا البرنامج. يشار إلى أن البرنامج تقدمه مصر لدول القارة السمراء خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، حيث يمثل مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمكين المرأة في القارة. ويأتي هذا البرنامج التدريبي ليجدد التأكيد على دور المرأة في شتى مجالات الحياة كشريك أساسي في تنمية القارة السمراء. أسمع حسن النيل.